حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة وإيانا عبر شاشة الفجر الجديد وعبر أثير فجر أف أم من برنامج حوار وراء. حلقة جديدة تسلط في طياتها ضوء حول مشروع وادي الزمر، والذي يعني بدأ بالظهور بتفاصيله الحياتية واليومية، لربما كانت الأعمال بعيدة نوعا ما عن قلب المدن وعن الطرقات الداخلية وأعمال التحفير وما صادفها ورافقها من إغلاقات وأعمال تسفيت وإلى ما ذلك. لكن سنتحدث عن بداية المشروع الذي انطلق في أواخر العام 2012 وأوائل العام 2013 واستمر، تعثر قليلا، عاد للعمل وعاد للإنجاز إن شاء الله نحو الانتهاء عما هو عليه قريبا. لكن تفاصيل هذا المشروع بالتأكيد وبعض القضايا الأخرى المترتبة بقضايا المياه وتزويدها وتوفيرها وشبكاتها في مدينة طول كرم، ينضم إلينا المهندس رايق حمد مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية طول كرم. يسعد مساك باشمهندس. مساء الخير وحالد إلى كل جميع المشاهدين. الله يحييك مشاهدي الفجر الجديد. يعطيكم العافية. يعني مشوار وسنوات وعمل طويل في مشروع وادي الزمر، ببساطة شو هو المشروع؟ المشروع أخي خالد هو مشروع صرف صحي بحت، يقوم على حل مشكلة الصرف الصحي في منطقة وادي الزمر في 9 تجمعات سكانية، بدءا من الشرق في رامين، بيتليد، عنبتة، بلعة، كفر اللبد، كفر مان طبعا بجزء من عنبتة، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، إكتابة، ومدينة طول كرم. هدف المشروع طبعا هو طبعا هذه التجمعات السكنية كلها كانت تفتقر إلى صرف صحي ما عدا بعض أجزاء من مدينة طول كرم وعنبتة، وكان الهدف منها هو التخلص من المشاكل الصحية اللي كان يحدثها مرور أو انسياب المجاري في وادي الزمر، واللي هي في نهاية المطاف تعمل على تلويث الجو والأرض، بالإضافة ممكن تلوث اللي هي مصادر المياه الجوفية اللي احنا والحمد لله يعني ربنا حبانا انه عندنا مصادر من المياه في منطقة طول كرم، بمعنى اخر لا نشتري من الجانب الإسرائيلي، وعليه يجب الحفاظ على هذه المصادر من التلوث. وكان الوضع السابق مرهق على المواطن، بمعنى الحفر الامتصاصية اللي كان يعتمد عليها او حتى على مجرى الواد، وبالتالي كانت يعني في لحظة الأمطار، في لحظة الأجواء الحارة، إما روائح كريهة أو إما فيضانات كنا نشاهدها على أرض الواقع. هذا صحيح، روائح كريهة وفيضانات، بالإضافة إلى الحشرات زي الهسس والناموس، وبالإضافة الحيوانات القارضة وما إلى ذلك. إضافة لذلك أنت بتعرف أنه قبل يعني كان هناك كثير من الأمور البيئية الضارة موجودة في منطقة طول كرم، على رأسها كان مشروع وادي الزمر، بالإضافة إلى جيشوري، بالإضافة إلى أجلكم الله اللي هو المكب النفايات اللي كان في منطقة في طريق قلقيلي. ولذلك أصبح لزام على أساس أنه حتى نحافظ على زي ما حكيت المياه الجوفية، نتخلص من كل هذه الكوارث البيئية اللي ممكن تسبب في لحظات أنه ألم وضرب للمياه الجوفية. في لأنه بصراحة في بعض المناطق مش ضمن نطاق البلدية، يعني إذا حكينا على التيل هنالك عدد من الأبار تم إغلاقها بصورة كاملة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وبالتالي ما لدينا يجب أن نحافظ عليه، ولذلك جاء مشروع وادي الزمر. بدايته كانت يعني شوي متعثرة، ما بعد ذلك سلكت الأمور. أسباب التعثر مع فترة الانطلاقة يعني في العام 2013، وإذا احنا خلينا نقول يعني مشروع وادي الزمر كان فكرة قديمة وليس جديدة، مش 2013 يعني قضية وادي الزمر قضية كانت أمام كل صاحب قرار في منطقة طول كرم، كان مقرر حقيقة مش بس فقط نعمل على بناء شبكات صرف صحي، وكان ولكن كان هناك تفكير وهناك دراسات قامت، وعلى أساس أنه نعمل على بناء محطة تنقية في الجانب الغربي لمدينة طول كرم. على هذا الأساس احنا قمنا، وبناء طبعا كان الجانب الألماني طبعا هو الدعم الرئيسي للمشروع، طلب شراء أرض وتوفير قطعة أرض لمعالجة المياه، يعني هذه مياه فلسطينية في نهاية المطاف. ممكن لازم احنا يكون سيطرة كاملة حتى لو كانت مجاري، فعلى هذا الأساس طلب الجانب الألماني من أجل بناء المحطة، محطة تنقية، شراء أراضي، وقمنا بشراء 90 دونم من خلال قرار استملاك من الرئيس
أبو مازن، وعلى هذا الأساس الأرض استملكت بالكامل. الجانب الإسرائيلي طبعا حب أقول أنه الجانب الإسرائيلي يستفيد من المياه اللي بتنزل حاليا، وسابقا قام في 2003 باقتطاع 16 مليون شيكل من فلوس الفلسطيني، وبنى محطة مباشرة بعد الجدار، محطة في بيت حفا بإعادة تكرير استخدامها في المناطق الزراعية، تستخدم بالضبط، تستخدم في شو اسمه في المياه المعالجة بتنزل في وادي الإسكندر كمياه معالجة نظيفة. يكون الجانب الإسرائيلي إضافة لذلك باستعمالها لزراعة القطن والبرضو خلينا مزروعات شال الحيوانات الحيوانات وكل هذا طبعا زي ما حكيت انه المحطة بنيت على حساب الجانب الفلسطيني، وبندفع احنا مش بس احنا في دور كرم، خليت تكون الامور واضحة. يعني وين في مياه بتنزل من الجانب الفلسطيني للجانب الاسرائيلي؟ طبعا هي طبوغرافية الارض تلزمك انك المي تنسحب على الجانب الاسرائيلي، صحيح. ندفع مقابل كل متر مكعب تقريبا 1.8 شيكل، يعني يختصم من الجانب الفلسطيني. انا حقيقة أذهني رقم قرأته قبل أسبوع وممكن رجوع عليه، الرجوع له من أي شخص ممكن يتحقق منه، أنه لحينه أو خلينا نقول 2015 حتى تم دفع ما قيمته 487 مليون شيكل، يعني حوالي نص مليار شيكل للجانب الإسرائيلي بدل مياه، بدل معالجة المياه اللي بتنزل على الجانب الإسرائيلي، ويتم الاستفادة منها إسرائيليا، ويتم الاستفادة منها إسرائيليا للأسف، يعني يتم الاستفادة منها إسرائيليا. احنا هنا بصراحة في منطقة طول كرم يعني بناء المحطة طبعا اوقفوا الجانب الاسرائيلي اكيد، لانه هو يعني بنحكي عن احتلال اناني ورابح في ذات الوقت في هذا الجانب، يعني ما ياخذ مياه معالجة وما ياخذ فلوس مقابل عمله واستفادته منها، ومشغل طواقمه في الجانب الاخر على المحطة مع على حساب الجانب الفلسطيني. يعني هذه احد الامور اعتقد انه احنا لازم نفكر فيها كثير. يعني يجب أن نستفيد منها. أوكي في الجانب الفلسطيني في جانب في منطقة طول كرم حقيقة يعني ربنا حبانا إنه موجود مياه متوفرة نظيفة، مياه شرب متوفرة ممكن استعمال زراعة، ولكن في هناك ممكن يكون في هناك إذا بنحكي على مستوى فلسطين يعني كسلطة مياه فلسطيني ممكن تعمل على إنه هذه المياه إذا إحنا عالجناها في الجانب الفلسطيني نزلناها مياه معالجة. بمعنى آخر مش الجانب الإسرائيلي يكون معالجها، إنه يكون هناك في قضية نأخذ بدلها في مناطق أخرى في فلسطين مياه شرب لمناطق شركة الإسرائيلية بتبيعها للجانب الفلسطيني، يعني بعطيك مياه معالجة بعطيك مياه شرب لجماعات فلسطينية أخرى. وممكن الاستفادة في هذا المجال، لكن يعني لربما القرارات السياسية والجانب الإسرائيلي وموافقته وعدمها في كثير من الأحيان تعيق أو كم مشروع يعني كثير، يعني في بعض المناطق التابعة للحكم المحلي في القرى تم رفضها بسبب الجانب الإسرائيلي لبناء مثل هذه الأماكن لمعالجة الصرف الصحي. ما بعد ذلك انطلق، يعني طالما أنه كان تفكير كل صاحب قرار على طاولة البلدية أنه هذا المشروع يجب تطبيقه انطلق وبأوج في تدرجا من المناطق وصولا إلى مدينة طول كرم. العمل في مثل مشروع مثل هذا يعني بحاجة لدقة، لأنه احنا بنتحدث عن انسيابية في الشبكة. كيف كنتوا تتعاملوا وخصوصا والتضاريس واختلافها من منطقة إلى أخرى؟ احنا طبعا لما الجانب الإسرائيلي رفض المحطة وبناء المحطة كنا على مفترض طرق، والجانب الألماني خير الجانب الفلسطيني بشكل عام، ما بتاخذ مشروع بتنتظره بالكامل حتى تيجي موافقات الإسرائيلية. طبعا تيجي موافقات الإسرائيلية فيش حدا بعرف انت بدك تجي موافقات الإسرائيلية. فعلى هذا الاساس احنا قبلنا انه نعمل شبكات صرف صحي في منطقة طول كرم وفي المنطقة مجمعات سكنية في منطقة وادي زمر، وفي وثيقة تفاهم خلينا نكون ابقينا التزام الجانب الالماني بدعم اقامة المحطة في اي لحظة ممكن انها يتم بنائها اذا في الشعاقات الجانب المصري. فهنا بدينا احنا بعملية الدراسة التصميمية للمشروع، طبعا وافق الجانب الالماني، وعملنا بدينا في عملية طبعا تم اختيار استشاري وقام بتصميم شبكات الصرف الصحي، زيارات وطواقم، وقامت بزيارات كل موقعي وحسابات ومساحة وامور مساحية في كل مناطق وادي زمر، وعملت مخططات مبدئية، ومن ثم احنا جمعنا كل خلينا نقول
ناس مختصين من مجلس خدمات واد زومر تحت سقف واحد، وكنا هذا ما تم عمله يعني تصميمه لكم وهذا ما سيتم تنفيذه. هذا ما سيتم، لا وبالاضافه اعطيناهم فرصه لشهر كامل يضيفوا ما يمكن اضافته اذا في نقص، والامور مشت على ضوء هذا الحكي. طبعا في بعض صراحه بعض التجمعات السكانيه ما اعطتناش احتياجاتهم الصحيحه للاسف، وبعدين وقت التنفيذ بعدين بدأوا يصيروا يقولوا احنا بدنا هون بدنا هون. طبعا لما تبدا انت في مشروع وصرت محاطه موازنات له بتقدرش انك انت الا تشتغل ضمن الموازنه الموجوده وضمن ما تم تصميمه اذا فيش عليه ملاحظه. وبدا المشروع في زي ما تفضلت في نهايه 2013 تم احالته، نزل المشروع لجزئين، جزء اول لتنفيذ الشبكات داخل التجمعات السكنيه هذه، بالاضافه الى الجزء الثاني طبعا هو عباره عن الخط الناقل من رامين ولغايه الخط الاخضر طول 17 كيلو متر، بالاضافه الى انشاء محطتين ضخ بار في واحدة في بلعة واحدة في سهل شويكي، وبالإضافة لشبكات صغيرة في منطقة طول كرم. وابتدأ المشروع على هذا الأساس وبدأ التنفيذ، وبالتالي يعني وفق المخططات الهندسية حاليا وصلتوا للبلد الله يعطيكم العافية. يعني لربما احنا في مشارف ختام هالمشروع، كيف المرحلة حاليا؟ شو اللي شغال؟ شو المقاطع اللي بتشتغلوا فيها؟ وشو المتبقي؟ يعني للأسف يعني أحد المقاولين كان سعره متدني جدا جدا، وإحنا ما قدرناش، يعني بتحكي عن 2.8 مليون يورو فرق بينه وبين رقم 2، ما فيش لنا أي صوت نقول هذا ممكن. طبعا إحنا استشعرنا الخطر في الموضوع من السعر، رغم أن المقاول هو أشار أنه راح يكتمل المشروع. تم حوالي 84-85% من الأعمال وبعدين للأسف لم يستطع استكمال المشروع لأسباب مالية. نعم. وعلى ضوء هذا الحكي يعني تأخر المقاول، وإنما المقاول الأولاني مشى. طبعا إحنا سعره كان المنخفض، كان له خلينا نقول سلاح ذو حدين. أول شيء إنه وفر فلوس، وهذا بيعني إنه الفلوس توفرت راح اشتغلنا فيها شغل على أرض الواقع، بس في نفس الوقت صار شوية تأخير في المشروع. احنا حاليا باقي من المشروع حوالي تقريبا كيلو نص داخل مدينة طول كرم في منطقة محيط منطقة المثلث التربية القديم اللي حالي يعني حاليا اللي دخلت الكراجات فرعون. بالضبط، ودخلت كراجات فرعون، بالإضافة إلى في شوية شغلنا في نور شمس. لا من نور شمس ماشي، هذا ماشي يعني على قدم وساق تقريبا. هنا الشيء المقطع الاخر، المقطع الاخر تقريبا 30 متر هنا. ظل قضيه يعني الان للسبت بنسكر بالرمل وشيء حتى ننتظر قضيه تعبيد الشارع. وفي جزء عند البلاوني في منطقه بين مخيم وذنابي، وجزء صغير موجود عند في منطقه الملسات. هذا يتبقى الاعمال في المرتبطه لسه ما بلشنا فيهم. هسا في عنا 900,000 يورو موضع خلاف بينه وبين المقاول اللي هو أوقف كفالاتنا بأمر محكمة، ونتمنى في 3-1 إنه الإفراج عن الكفالات. يعني قضية غريبة إنه مقاول بيطلب إيقاف تسجيل كفالاته، وهذه كانت مشكلة كبيرة. إذا ذول 900,000 يورو طبعا إجت بإذن الله راح نباشر يعني نباشر موضوع، بس مبدئيا اللي ما تم الاتفاق عليه تقريبا في نهايته. يعني بصورة إنه الأعمال الأخرى والمقاطع الأخرى المتبقية مرتبطة بالمبلغ 900,000 يورو. بالضبط. يعني نتمنى على الناس، طبعا أنا بحب أنوه شغلة مهمة جدا وكل الإخوان المواطنين، يعني صبركم، لأنه تنفيذ خطوط الصف الصحي تختلف كليا على المجاري كلية. بتشتغلوا بسرعة بصراحة، يعني الوقت كيف بتتعاملوا معه واحتياج الناس ومعاناته؟ بالبداية يعني كانوا مبسوطين الناس، أنا بستغرب بصراحة، يعني في إحدى المواقع وإحدى المقاطع ذهبنا لنستطلع معاناتهم، فالكل كان بيحمد وبيشكر. ما بعد ذلك تبدلت الصورة. ليش تتبدل يعني في بعض الأحيان؟ تبدل الصورة، شوف هو ظروف العمل هي نفس الشيء، يعني طريقة العمل في كل مواقع نفس الشيء، لا تختلف قطعيا من مكان لآخر. إنما في هناك ناس متجاوبين في بعض الأماكن حساسة جدا كشوارع الرئيسية، في مناطق فرعية. يعني أنا بعطيك مثال على سبيل ما حدث في شارع كاكون، لقينا مغارة كبيرة جدا
صحيح. وفتحت معنا ولا يمكن يعني حتى زفتنا, احنا ما انتظرناش حتى نسكن المغاره, زفتنا في 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 اسفل شارع كوكون زفتنا. ولكن في هذا المقطع الناس ما بتعرف تفاصيل, وانا بحترم هذا الحكي. يعني في مغاره انا بقدرش اركب عليها, اركب فوقيها الخط, لازم انزل مستوى المي, وكانت كميات كبيره جدا من المي موجوده داخل المغاره, وكان هذا دليل قاطع انه كان هناك ضروره جدا لانشاء شبكات صرف صحي في هذه المنطقه. كانت يعني المياه كانت عمقها كم لحظة قياسها من قبل المهندسين؟ حوالي 7 متر 8 متر يعني وصلت. وهذه بتيجي من ترسبات بلد كلها, ترسبات بلد كلها, وفي نهاية المطاف هذه الترسبات من بتروح. يعني في أنها أبار قريبة جدا عليها, ولهذا أصبح ضروري جدا, واللي بنشتغله هو الصح, إنه إحنا يجب أن نتخلص من كل هالمكار الصحية, كل الحفر الامتصاصية في محيط الأبار وغير محيط الأبار, لانه احنا منطقه طول كرم واقع الحوض الغربي, في اي حفره امتصاصيه تحت اي ظرف راح تصل للمياه الجوفيه, وهذا نتجنبه. يعني انا اتمنى انه يكون عندنا الاموال اللازمه. حاليا تم المعالجه بالنسبه للحفره بنضحها, صبيناها بالكامل, جسر كامل معلق وانا لتمكين الشبكه مشان اركب الشبكه. طبعا ما بقدرش اركب الشبكه مباشره, لكن ما تحتها بقي فارغ ولا لا عملناه احجار ودبش بالكامل حتى نحط قاعده للجسر النمدي, وبنيناه والحمد لله. واحنا يعني احنا بنقدر نخش في الامور الفنيه. ما بقدرش انا اركب الخط مباشره وادق واطمر وادق فوقي لانه الباطون بعد. صحيح. فبننتظر فتره حتى الباطون انه يجف وياخذ قوته الصحيحة حتى اقدر اني اركبه. الحمد لله لان هنا تقريبا ركبنا الخط وعملنا. الله يعطيكم العافية. شارع يعني اشتغلتوا في مقطع نور شمس وكان العمل جميل, حتى البلد كانت مرتاحة نفسيا من الاشارات, من الاتباع للتخطيط السليم للطرق, تغيير مساراتها. صحيح انه كان في ساعات ذروة وفي ازمات مرورية, وهو شارع البلد الرئيسي اللي بيربط بمحافظات اخرى, لكن كانت يعني تدقيق نحو الشواخص المرورية. قديش بتركزوا على هذه القضايا في المشاريع ومدى التزام المقاول طبعا بتنفيذها, وبتكون ضمن شروط العطاءات اللي بتنزل؟ حكيفة, هو ضمن شروط العطاء في هناك مواصفة للإشارات المرورية والشواخص وما إلى ذلك اللي مفروض المقاول أنه يوفرها قبل بدء بعملية الحفر. فإحنا هذا الحكي أنتوا رأيتوه على أرض الواقع أنه كان متوفر. أنا بس بدي أقول شغلي للشارع هذا بعيدا عن الصرف الصحي, إنه هذا الشارع أصبح يعني مزدحم جدا ويجب أن يكون فيه له حل. يعني من طول كرم, مش من طول كرم, من طول كرم لغاية عناب أصبح هذا الشارع يعني صراحة كارثي, بحاجة لتوسعة طبعا. فما بالك إذا الشارع كله مفتوح, لما أنت بتأخذ 50% من الشارع في داخل نور شمس وبتقص البنات تحتية. يعني بالصورة الحالية إذا يعني ما كان هنالك تصور لمشاريع يعني قابلة إنه نبدأ يا جماعة الخير لشارع جديد, طالما إنه البنى التحتية كاملة جاهزة, يعني لا يرتبط بأعمال مستقبلية بالحفريات أو الشبكات أو إلى ما ذلك. لا لا لا, إحنا حتى خط الناقل كلياته اللي إجا من الشرق من رامين مرورا بعنبتة الى مفرق بلع الى طول كرم كله مررناه تقريبا طبعا اللي ما تقريبا اذا خرج مدن على خط السكه تقريبا ما عدا رامين كان مستوى يعني خط السكه مرتفع جدا وانسيابيه تسمح لناش انه فيعني بمعنى اخر الشر الرئيسي ممكن انه يعني يتم العمل به نتمنى على الجهات المعنيه صراحه انه حل, لانه اصبحت يعني معاناه السفر من طول كرم لا تخرج من عنبته معاناة جدا. هو الشارع بالتأكيد بحاجة لمثل هذا التصور العملي على أرض الواقع, لأنه بالفعل أعداد المركبات تزداد يوميا, حركة الشاحنات, تهالكوا, تعرضوا لعدة أمور كانت مرتبطة بالشتاء وإلى ما ذلك. فبالتالي يجب أن يكون على طاولة الجهات المسؤولة في البلد في هذا الخصوص. طيب, بتزفتوا أحيانا يا بتيجي عالي شوي, واحيانا يا بتيجي بتروح مثل ما بنحكيها بالعاميه هفتت معنا شوي الزفته, شو اللي بصير؟ ليش احيانا تبقى مرتفعه واحيانا بتنزل دون الحد المطلوب على مستوى الشارع؟ اخي خالد, بالنسبه للزفته اذا بنحكي بنحكيش عن زفته الشارع بالكامل, بنحكي عن رقعه فوق كجزء من الشارع. الشارع متزفت, انت بتحط كل المقومات الهندسيه صحيحه حتى تدق الزف البيس كورس او الارضيه الصبيس
على نفس المستوى في معدات ثقيلة جدا. انت لما تعمل حفرة في شارع حتى تمدد خط، هذه الحفرة عرضها متر متر 20 سنتي، انت ما بتقدر تدكها في مدحلة كبيرة جدا، بتدكها في 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 مدحلة صغيرة جدا كومباكتر، فهمت علي؟ ولذلك لا يمكن تأخذ نفس الدك أو القوة الدك اللي ممكن تأخذها في الشارع في الكبير. هذه زاوية. زاوية أخرى، أنت لما بدك يعني تحط الماسورة، تحط فوقيها الرمل وفوقيها سينجل سايز اللي هو الحصمة أو بالضبط، وبعدين بيس كورس، يعني عدة طبقات مختلفة، وتبقص الشارع مع الضغط، ممكن هذه المواد تخش على المكون الشارع الجانبي. شايف؟ ومن هذا المنطلق احنا لما نزفت ممكن نزفت سنتي او نص سنتي فوق المستوى. في بعض الاحيان التربه بتكون ثابته تحت ما تحرش، بضل زفتي شوي فوق البينه ظاهره، فهمت علي؟ بس في كثير من الاحيان بتهبط. ليش؟ لانه الدك ما لا يمكنك تدكها بنفس دك الشارع، حكيتها. ولهذا السبب يعني في بعض الاحيان شو بنعمل احنا؟ بنزفت الشام، بنزفت الرقعه هذه 5 سنتي و5 سنتي او 4 سنتي بنخليها، او 3 سنتي الجزء الاخير متزفت اول طبقه تاخذ منها، وبعدين متزفت يعني ما حصل في شارع نابلس للاسف، وانت بتعرف الضغوطات اللي صارت علينا وزفته ومش عارف ايش قضايا، زي قلنا لكم انه راحت هفت وفعلا هفتت. على كل حال احنا بالنسبه لنا، بالنسبه هذا الحكي لا يعفي المقاول تحت اي ظرف من اعاده ضبط الامور وضعها في سياقها، بمعنى اخر راح يزفت مره ثانيه. طب بدي نروح شوي بصراحة على حكي المقاول وإلى ما ذلك، يعطيهم العافية طبعا كل المقاولين في البلد، ومنتمنى الالتزام والمسمى، يعني إذا أنت درجة أولى عليك أن تكون بأعمال من الدرجة الأولى وإلى ما ذلك. التصنيفات بتشوفها عادلة للمقاولين؟ يعني بناء على خبرتكم على الأعمال على المشاريع اللي اشتغلتوها، مش شرط يعني بعيدا عن مشروع وادي الزومر، في المجمل العام. شوف التصميلات التصنيفات هي مسؤوليه اتحاد المقاولين. اوكي. اللي بيصير انه مفروض في بقى في كثير من الاحيان يعني المقاول ممكن ياخذ مشاريع اكثر مما هو لازم ياخذ، وهذا بيعمل عليه عبء مادي وعبء فني، حتى معداته مش بتكونش كافيه. علي مفروض في الوضع الطبيعي انه يكون في هناك سقف، كل مقاول مصنف في له سقف معين من المشاريع اللي المفروض تكون بين ايديه. يفشل يعني احيانا، بمعنى اخر بيجي يقدم عطاء المفروض يكون او يشير خلص معك ثلاثه بكفي، لك قيمه اعمال مليون شيكل مثلا بتكفي هنا، اذا هذا السقف بكفي، مشان انت ما تنزل البلديه او الجهه الموظفه لهذا المقاول في مشاكل. شايف؟ فهذه قضيه يجب ان تراقب. كيف المشاكل من اين تنتج؟ بتاخر العمل، بجوده العمل، كل شيء. كل شيء ممكن اذا المقاول بيكون تحت ضغط بيشتغل مادي، او فيش عنده كادر، او فيش عنده فلوس، يلا اي كلام ماشي ممكن يشتغل. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي بحب انوه فيها انه على الجهه صاحبه المشروع ان تراقب المشروع، واذا المقاول تاخر انا مش ضد لا سمح الله انه مقاول ان يغرم ولا انه يطلع خارج طاق البزنس تبعي، يعني يطلع يفلس، هذه مش هدفنا تحت اي ظرف، ولكن تنفيذ العطاء، تنفيذ شروط العطاء الفنية والمالية هي ضروري جدا. لانه اذا مقاول اشتغل وخلينا نقول مضغوط ماليا او عنده مشاريع كثيرة وتأخر، واحنا سامحنا صراحة ما طبقناش العقد، راح يعملها في مكان اخر، راح يتكب الاخطاء والمشاكل بالضبط اللي نقولها لمنطقة. ولهذا السبب اذا المقاول عرف انه في هناك قانون سيطبق من ناحية الفنية ومن ناحية المالية، بفكر كثير كما ياخذ مشاريع اكثر من قدرته، بفكر كثير انه يشتغل صح وضمن الجدول الزمني للعمل. كدائره مياه وصرف صحي رادعين مع المقاولين، ولا في نسبه مروني وليوني في بعض الاحيان؟ انا بالنسبه لي بشتغل ضمن المعايير الصحيحه بما يخص التنفيذ. ماذا ورد في العطاء هذا على الارض؟ يتنفذ العطاء هو شريعه، يعني هو عطاء اتفاق بين المقاول بالاضافه للجهه اللي موظفته اللي هي البلديه، خصوص خدمات مشتركه. وبالتالي اذا كان في مشاريع اخرى مرتبطه مش مسؤوليتك تتحملها. مش مسؤوليتي طبعا، مش مسؤوليه المواطن، لانه في نهايه المطاف بنحكيش احنا عن قضايا ماليه وفنيه، بنحكي عن قضايا لما يتاخر مقاول في تنفيذ الشغل، فهمت علي؟
راح المقاول يعاني، المواطن يعاني من الموضوع هذا. بترك موقع فترة طويلة ما عندوش فلوس يشتري زفتي، ما عندوش فلوس يشتري مواد ومش عارف ايش وفاتح. انا دائما بقول المشروع هو عبارة عن جرح مفتوح يجب ان يتم يعني معالجته باسرع وقت ممكن، ممكن حتى هو مصلحة للمقاول وللمالك، لان المقاول كل ما قلت او خلينا نكون نفذ المشروع ضمن الفترة الزمنية الصحيحة تبعته هو في نهاية المطاف بخفزه بكل الله. ونفس الشيء بالنسبة للجهة الموظفة له، في نهاية المطاف يجب ان يسلم بكل الله لانه في هناك استعمال لهذا المشروع. نعم. يعني انا اعطيك مثال، مشروع المي اللي نفذناه 12 مليون يورو، مقاول تأخر رمناه 385 ألف يورو مسجله بالأيدي بتاع فارهكي ودفع الغرامة ونزل في مشروع المجاري، وكان سعره كان سعره من أعلى الأسعار لأنه عرف أنه في جهة هنا راح تراكمه في التنفيذ 385 ألف يورو. فبالتالي الإجراءات الردع أحيانا بتعطي سلاسة وإجراءات سليمة في مناطق أخرى، أنه المقاول في وحتى في المشاريع المطبعة مؤكد المقاول بيفكر أنه هنا في جهة بده تطبق النظام والعطاء بشكل صحيح. وعلى ضوء هذا الحكي هذا ان شاء الله بكره راح يكون محور الحديث مع اتحاد المقاولين العرب بعموميه، وكل التفاصيل ان شاء الله فيما يتعلق في العطاءات والمشاريع وشو بيطلع للمقاول شو بيطلعوش وعلى ايش باخذ التصنيف. وبدناش نحكي للتصنيفات، خليها للاجواء الصباحيه. في الاجواء المسائيه متواصلين اكيد باشمهندس رايق، والحديث عن المقاطع الحاليه اللي يعني يجري العمل فيها، شارع مفرق ديوان الجلاد نزولا الى مفرق التربية ووصولا لكراجات فرعون، راح يتم النزول شوي لتحت، في اعمال التسفيت واضحة، في مخطط للعمل وين تكيف، في مؤشرات على الاقل نعطي المواطنين. في عنا اخي خالد في المنطقة هذه في المحيط ديوان درج الجلاد بالاضافة الى ثلاث تربية، في عنا من 15-18 وصلة منزلية. يعني رجاء الناس تفهم انه مش مجرد خلص الخط الرئيسي، الخط الرئيسي هذا مشان نقل المياه مجرد مياه الصرف الصحي، مجرد ما خلصناه كل شيء راح نعمل وصلات منزلية. فأتمنى على الناس انها تصبر علينا حتى نشبك بشكل صحيح. الزفتي والله احنا اكثر يعني خلينا نقول عنا اكثر الحاف في قضية الزفتي، بس كل بيشتغلوا في لاين الزفتي بيعرفوا انه يجب ان ياخذ يعني في محاذير ومتطلبات اللي يجب ان تتوفر قبل عمل عملية الزفتي. فنتمنى احنا قلنا لك يعني شوارع رئيسية ونتفهم الناس انها بتقول لك زفتي وزفتي وزفته وزفته وزفته، بس في امور فنية المفروض احنا كناس مش نشتغل في هذا اللاين انه احنا بجوز نعرفها. اسبوعين ثلاث زمان تقريبا بيكون بده مثلث هذا، وخلي المنطقة هذا حتى النهاية بالضبط 25 يوم على الاقل ابتداء من اليوم بالضبط، لانه خط كيك زي ما حكيت خطوط الصرف الصحي تختلف كلية عن المي. الحفر على منسوب مشان احقق السيلان بشكل صح، الماسورة بدنا نحط على منسوب والطمم على منسوب وما الى ذلك، فهذه بتاخذ وقت. خط المي شبكات المي يعني مضغوطة، خطوط بشكل عام مضغوطة، فما بتفرق 80 سنتي 100 متر تحفر وبتنفذ ملابد، لو طلع نزل الخط ما في مشكلة. أما خطوط الصرف الصحي قضية مختلفة جدا، وأتمنى على الناس تفهم هاي القصة. طيب يعني 25 يوم راح نكون إن شاء الله وإياكم وإن شاء الله تجرى بدون زفتي، رجاء تفهم بدون زفتي. طيب في مقاطع أخرى، فرن أبو زنط في تلك المنطقة تم تزفيته وترقيع يعني بعض المناطق، في تبقى شوية في المنطقة شغالين حل على الزفتي بإذن الله، يعني ممكن الخميس أو بداية الأسبوع إن شاء الله خلال الأسبوع كل شيء. نتمنى أنه الوقت الجو يكون واتي أنه نكمل. طيب هذا في كذلك في حارة السلام مشان هذا في هذا الموضوع اكيد يعني في الزفت حتى يبلغ المواطنين ويكونوا على معرفه بالتواريخ هذه انه وين العمليه الزفتي. ست ابار مياه شغال عندنا بالبلد، كيف وضعهن؟ كبير بالضبط كابار؟ نعم لا باس منيحه. شبكاتها؟ شبكات جديده عندنا في البلد معظمها جديد، يعني تنفذ زي ما حكيت لك 12 مليون يورو نفذت فيها شبكات داخلية وخارج صغيرة وكبيرة وخطوط نقل من الآبار للخزانات وما إلى ذلك وما شاء الله. في فاقد بالبلد بصراحة؟ طبعا في فاقد، في الشبكة في العالم فيش فاقد، لندن فيها 29% فاقد طول كرم أنا بلدية 34-35 وشو زيادة من كل سنة. احنا أعلى من لندن شوي دائما احنا أعلى. شو أسباب هذا التلف؟ سرقة؟ كوكتيل من الأسباب بصراحة في هذا المجال؟ إجراءاتكم لتقليل الفاقد؟ شوف بالنسبة لفاقد المي له أكثر من عامل،
وحتى انت تعرف فقد المي بشكل صحيح وانا بحكي هون على الهواء، يجب ان يكون في هناك عداد صحيح، عداد مياه صحيح، بمعنى اخر كل عدادات البلد حتى اعرف الفقد بشكل صحيح. عدادات البلد يجب ان تكون صحيحه حتى اعرف انا الكميه وصلت للمواطن، لانه في عندي كميه منتجه في الابار تقاس بالمتر المكعب، دقيقه جدا. شايف؟ وفي شيء بيصل للمستهلك يجب ان يقاس بالعدادات اذا فيش عدادات صحيحه، شايف؟ وقارئ صحيح اللي يعكس لما العداد صحيح، وقارئ صحيح يعطيني المعلومه من العداد قديش استهلاك هذا الشهري. في نادر وطلب بعمل انا موازنه بالانس بين اللي طلع من الابار للوصول اللي وصل للمواطن. اما في موجود عندنا في عندنا مشاكل في الشبكه، في سيلان، في تاخر في تركيب في الصيانه، لانه في بعض المناطق انت بتشوفش الخط مضروب او بتشوفه بتتاخر. في عندي مشاكل انا في قضيه طبعا الخطوط الرئيسيه ما فيها الحمد لله تقريبا، في سرقات هذا شيء طبيعي، في وصلات غير منزليه بتقدر تحط سرقات تعطي يعني في امور اخرى. في اجراءات رادع في الموضوع السرقات للمياه، المفروض يكون في هناك اجراءات، المفروض يكون في هناك من طرفكم بتتابعوا هذه القضايا؟ في اجراءات رادع، نعم. طب الصيانه ليش بتتاخر في بعض الاحيان؟ في اكثر من مشكله متعلقه في اوجاع في هذا الموضوع على بال يعني حاليا احنا بنعاني من نقص معدات زي الباجر. صحيح، يعني تعرف انت لما تصل لخط بدك باجر، شايف؟ بدك معدي اصبع، لانه خطوط يعني 98 سنتيمتر تحت الارض، بدك قطع غير متوفره. ما في مشكله، في عندنا مشكله في قضايا الباجر. واعتقد انه بدي شغال المجلس الجديد، وانا بشكرهم يعني اكثر من جلسه قعدنا شغالين على حل المشكله هاي بشكل يعني جدي 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 ان شاء الله. احنا يعني بشكرك على هذا الوقت من خلال البرنامج لتمرير هذه المعلومات على مواطننا العزيز، اللي بنتامل انه يكون بالفعل متعاون. صح، هنالك معاناه ودرجات من المعاناه وحدود ايضا للمعاناه، لكن ان شاء الله نصل الى الهدف الاكبر بتوفير بيئه خدماتيه، والجهه المسؤوله عليها بالتاكيد المتابعه في طبيعه الاعمال والاشراف على تنفيذها وصولا الى غاياتها ومخططاتها الهندسيه، اللي بنتامل انها تكون تسير وفق الاحتياج الفعلي للمواطن في مختلف المناطق. اشكرك جزيل الشكر المهندس رايق حمد، مدير دائره المياه والصرف الصحي في بلديه طولكرم، على هذا الوقت وتواجدك ويانا في استوديو برنامج حوار وراء عبر شاشه الفجر الجديد. شكرا جزيلا لك. شكرا اخي خالد، شكرا لجميع المشاهدين، حياك الله. وشكر اكيد موصول لكم مشاهديننا الاعزاء مستمعينا الكرام عبر شاشه الفجر الجديد وعبر اثير فجر افم على بقائكم معنا. تفضلوا بمتابعه حزمنا البرامجيه عبر شاشه الفجر الجديد، وبالتاكيد نحن نتواصل واياكم. الشكر موصول الى فريق عمل البرنامج وتحياتي لكم. خالد الدير، الى اللقاء.